السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك. زوجي كان قدم على شقة الإسكان الاجتماعي ايه اللي تبع الحكومة، وما كانش يعرف إن فيها حرمانية، ودفع مقدم مبلغ 63 ألف، ودلوقتي المفروض إن هو هيستلم الشقة. مضى معاهم العقد، المفروض إن معذور بجهله، لم فعلها جاهلا لا إثم عليه. نعم معذور بجهله وما دام فعلها جاهلا لا إثم عليه. خلاص، جزاكم الله خير. طب استفسار آخر يا شيخ، هل علاج البواسير الداخلي والخارجي يفطر؟ لا، ليس أيوه بطعام ولا بشراب ولا بشهوة.